بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم. السادة المشايخ الأجلاء، الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب كل الترحيب بضيوف العراق في بغداد السلام، رمز التعايش والأخوة. نجتمع اليوم في ظلال منهج واتجاه وسلوك ديني كان وما زال يمثل اتجاهاً متفرداً نابعاً من روح الدين وتعاليمه السامية. فقيمة التصوف في الدين الإسلامي إنه يعد خطاً عبادياً سار فيه الكثير من الزاهدين والمتعبدين، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب عليه السلام، تاركين الدنيا وزينتها ومندكين في ذات الله وتجلياته وصفاته المباركة. وهو اتجاه عبادي لم يكن وليد الابتداع أو السلوك الشاذ مثلما يحاول البعض من المتشددين تصويره، بل هو شروع نحو الحق وسفر في محطات عبادية ملؤها الشوق والحب والذوبان بالحق والإخلاص له. الحضور الكريم، إنه من دواعي الاعتزاز أن يحتضن العراق هذا المؤتمر العالمي للتصوف في هذه الأيام المباركة من شهر رجب الخير الأصب، وفي ذكرى الإسراء والمعراج. في العراق الذي كان مهداً وحاضنةً لنشأته في القرون الهجرية الأولى، فتاريخ هذا الاتجاه العبادي ابتدأ مع الحسن البصري في نهايات القرن الأول الهجري، ثم حين انتقلت أمور حكم الدولة الإسلامية إلى بغداد انبثقت في جوامع وزوايا بغداد مدرسة جديدة في التصوف لمع فيها الكثير من كبار المتصوفة الذين أشرقت علومهم ومعارفهم على جميع أنحاء الإسلامية وفي جميع الأصقاع. فصارت بغداد من يومها وما زالت قبلة للناهرين من تراث مشايخ المتصوفة الكبار، وهي اليوم تحتضن في ثراها مدافنهم. فها هنا يرقد الشيخ عبد القادر والسيد الرفاعي والشيخ معروف والجنيد والحلاج وغيرهم من كبار المتصوفة الذين تركوا تراثاً عظيماً لا ينقطع ولا تنفد معارفه، وهو يمثل إرثاً روحياً عظيماً أسهم كثيراً في التربية الدينية القويمة للمجتمع. وهو ليس ردة فعل مثل ما يتصور البعض، وإنما سلوك نابع من قيم الإسلام. فتراث الصوفية حين نطالعه نجده مليئاً بالدعوة للحب والتسامح والصفاء، وهي أمور تمثل جوهر الدين بعيداً عن دعوات الكراهية والانعزال والتشدد. من هنا يجب علينا أن نستثمر هذه المحطات المضيئة في تاريخنا وعقائدنا، وأن نجعلها محطات لقاء ووحدة وليست دوائر فرقة وتباغض، وأن لا نسمح للنافثين بنيران الفتنة والبغضاء أن يشعلوها بيننا. فربنا واحد وديننا واحد وقبلتنا واحدة وكتابنا واحد. وأما الاختلافات الفقهية فهي عنصر غنى وتنوع جمالي وليست عناصر فرقة أو تشتت. لهذا فإن المسؤولية تقع اليوم على عاتق رجال الدين في أن يبثوا سلوكيات الدين التي تجمع ولا تفرق. الأخوة الأعزاء، تعلمون أننا نمر اليوم بمرحلة صعبة وقاسية
من تاريخ منطقتنا العربية الإسلامية، فأهل غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يتعرضون منذ أكثر من 3 أشهر إلى حرب ظالمة تشنها قوات الاحتلال الصهيوني المجرمة، التي لم تترك شيئاً في هذه الأرض إلا واستهدفته بآلتها الحربية المدمرة، وهي إنما تجرأت على هذا الأمر بسبب الدعم اللا أخلاقي من الدول الكبرى التي تخلت عن مسؤولياتها وباتت تدعم كياناً خارجاً على القانون يمارس شتى أنواع القتل والإجرام. لذلك فإن ما يحصل يجب أن يدفعنا للمزيد من الوحدة وعدم التفرق، وأن نتناسى كل الخلافات من أجل أن نكون موحدين أمام التحديات التي تنتظرنا. ونحن حين نوصي بالوحدة فإننا نستحضر تجربتنا في العراق حين أرادت أيادي الشر والفتنة العبث بوحدته وإثارة البغضاء بين مكوناته المتآلفة والمتآخية منذ عشرات السنين. ولعل أوضح مصادق هذا الأمر ما حصل قبل 10 سنوات حين اجتاح تنظيم داعش الإرهابي محافظاتنا العزيزة في شمال وغرب العراق. حينها جاءت فتوى المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، واتحدت خلفها كلمة العراقيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم، ووقفوا في خنادق القتال وقفة الرجال ليدافعوا عن بلدهم العراق ويدفعوا شر الأشرار. فخرج العراق بعدها بسنوات قليلة منتصراً بوحدة أبناء شعبه العظيم، وهو يمضي اليوم بكل ثبات نحو التنمية والبناء والإعمار، رغماً عن كل الظروف والتعقيدات التي نواجهها بحزم وحكمة دفاعاً عن أمننا وسيادة بلادنا ومصالح شعبنا العليا، التي لن نهادن أو نجامل فيها مهما كانت الصعاب والتحديات. أبارك لكم هذا المؤتمر المهم وأرجو لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.